مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. مرحبا زروي الحلقه تجديد ديال البرنامج اللي نجمكم معنا اليوم. اسد نصطاد في العضو النشيط ايتوزين، رئيس لجمعيات اشبال اجمو للرياضه والثقافه والبيئه يوسف ايت بها المعروف عن بحمزه ايت بها. سي حمزه مرحبا زروي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا بعدا كنشكر في الاستضافه، باش نتمنى تنمرني بهذا. تشكر كلشي المتتبعين القناة تا دامتيني رمضان نون مباركي. سي حمزة، السؤال مزوار بدسرا نبدو. سي غور سعيد بها إناي، واش واجهتي الانتقادات وانت رئيس جمعية أشبال أجمو، وكيفاش كتفرق المهن ديالك والرياضة؟ بالنسبه للسؤال، بعدا تحيه في السؤال. الانتقادات، الجمعيه عمل جمعوي، الانتقادات ذكيه، ولكن المكتب الحمد لله يتعود في الانتقادات. انا غير تعود بزاف المشاكل، بزاف المجهودات. سي المنبر ديال التحيه المكتب الجمعيه طلع اذن كل شيء، حيث الى اخر العمل الجماعي ما هو الا عمل تطوعي. السؤال وسين يدات صور عبد الرحمن التهرا، هناك ما الجديد الرياضي والثقافي في الجمعيه؟ بالنسبه للبرنامج الجمعيه سلوتان، ان شاء الله البرنامج ان شاء الله يلورس لورنا البرنامج يعمر كوزتا ان شاء الله. الجمعية درت سيريات اتفاقية، شراكة كانت تديات الجمعية، فرنسية، رياضية ثقافية. كانت من قبل السير، قبل رمضان تغري ويدربي الا ويتغنى بدا الفيروس تدغي جانا اللي نأجلو اين هنا الاتفاقية، ولكن الحمد لله دا يزري ويتا الوباء ان شاء الله. قتل الاتفاقية ان شاء الله، اتفاقية جمعية رياضية، هي جمعية رياضية ثقافية، هي فرنسا. يكاد الخير ان شاء الله الود. السؤال والاستيراد سيغور اتبرك الحسين، إناك هل اعددتم برامج ثقافية وتوعوية اخرى لاعادة اطمئنان ساكنة البلدة من خلال قنوات التواصل، اي وسائل التواصل الاجتماعي او الترشيد عن طريق مكبرات الصوت اي البريح في حالة تمديد حالة الطوارئ الصحية يوم 20 ماي؟ بالنسبة للبرنامج التوعية في الفيروس ديال كورونا، اولا بعدا اي شفا ربي ويطنا امرضن، يرحم ربي ويطنا يموت من الجائحة، يرفع غيرنا ربي البلاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. المنبر التحية بعدا كل شيء مدي خدمن لي كيطون جائحة، مع هاد السلطات المحلية الدكاترة، كل شيء مدي ساهم المجتمع المدني. مشكو هي الأخير الوطنة، كل شيء جانا 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 الأساس. بنادم مدي يحتفظ في الوطن. بالنسبة للبرنامج التوعية، أستاذ الجمعية اللي محرا تبدا الجائحة، سكريا البرنامج سي بداية الفيروس نهاية الفيروس، يعني تبع كل شيء، تبع اسمي سكر المراحل غادي يكمل الفيروس ان شاء الله. السؤال وسط ربعة سي غور محمد الحفيظي، إناك هل لازلتم مستمرين في خدمة توصيل الحاجيات للأسر؟ بالنسبة لمبادرة دانات سكي الجمعية في الطلبة نمدنا نيغ الصكرة، هذا السين تاوي على ارتي يمي تسولي لحد الان تستمر المبادرة لنا. مشكو الهدف نس ما هي الهدف باش نبنى الدور تفغن، الدور يفغوان يفغدوا داني قطون جمعين كل شيء. نايدي استكال الجمعية اللي تسكرينا المبادرة دي لحد الان تسول تستمر، تسول تستمر طلباتنا من تنسول دات لبات طلباتنا من
إلى أجل غير مسمى. أردي زري الوباء إن شاء الله الرحمن الرحيم. السؤال من جاري الحلقي ضي سيغور الشو إتارا إناش هل لك أن تحكي لنا عن مدى استفادتك من العمل الجماعي منذ توليك الرئاسة، وما الذي غيره العمل الجماعي في حياتك الشخصية؟ أولا ما قدرت أشكر الأستاذ في السؤال دانا إيشيخ في الاستفادة من الجمعية، ما يد نستافد نكون الجمعية كرئيس وكأعضاء نص كأعضاء الجمعية. أستاذ الاستفادة من الجمعية أولا بعد العمل الجماعي تطوعي، ثانيا دا تعلم العمل الجماعي، تعلمت أولا كيفاش تغي تخدم تسكرت هي ليكيب بين سول الجمعية الناس تخدمت كيفاش تسكرت هي ليكيب بين سول الجمعية الناس تخدمت ثانيا دي كيتعلم كيفاش تشوف القدر نغور في اللانس الأرض الواقع. هذا كيتعلم بزاف الحوايج، النقاش كيفاش تسير الحوار، كيفاش تناقش بزاف الحوايج اللي استفدت الجمعية. الهدف نس باش طرحتي الهدف بدا من ترسي الجمعية على حسب المجالات النور في الجمعية، باش التعاونت تغيت التعاونت يتلف في اي المجتمع. يعني العمل الجماعي اللي ديش بزاف مش من ديك بزاف الحوايج بنادم. العمل الجماعي دي فيك الحق تغلط، شيك الحق تعاود، شي يدير الحق تغلط، شيك الحق تعاود. تيدي العمل الجماعي صراحة العمل الجماعي ستيران كين سولغ مزيغا وكسيمة سولغ مزيغا تير العمل الجماعي. نشوف فيها دي صراحتين، شو تسير تيت الخدمت ودي كيف تخلص وديان ودي كيف تيجي وديان. أي الناس يران العمل الجماعي تقنعت الحاجة دانا تسير زرت تقنعت، سواء تغلط ريك سواء تهيات يدي استغلطي قد تعاود تستهيات. شكرا بزاف اوي استاذ، كنشكر بزاف عليك كنتيني، شكرا بزاف على الاستضافه. ثانيه كنشكر الشباب ضنا كتل الحرقه انت ما زيرت نسن، درت نشكر بزاف على الاسئله ضنا طرحن، درت منا كويا انا دير الجواب على قد السؤال نس دارهم تاني قيمه غينسو زايد قيمه غينسو تبع التعليمات الساميه عن الفيروس ان شاء الله تين ريت تخنق الفيروس دغي. اتمنى لك الخير ان شاء الله، ينطب التعليمات الساميه نزيد نصبرات تعالي ان شاء الله ديسك ربي الخير. دارهم تاني رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. مشاهدينا الكرام مرح النهايه الحلقه، نتمنى ان شاء الله دوني تعجب دوني عجبت الحلقات السابقه اكون انا أبو.